সুধী মণ্ডলী, শুরু হতে যাচ্ছে ত্রিশপাড়া গ্রুপের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা। আমাদের প্রথম প্রতিযোগী মুস্তাকিম বিল্লাহ, মঞ্চে আসছে মুস্তাকিম বিল্লাহ, পিতা আবু মুসা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। تلك القرى نقص عليك من أنبائها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل حسبك بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم
ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا حسبك صدق الله مولانا العظيم السلام عليكم ورحمة الله ما شاء الله بارك الله فيكم এবারের প্রতিযোগী মোহাম্মদ রুহুল আমিন পিতা জসিম উদ্দিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু মা লাকুম ইযা ক্বীলা লাকুম ফিরু ফি সাবীলিল্লাহ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين
كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. حسبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربكم ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. حسبك. صدق الله خالق العظيم.